بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أعزائي طلاب الصف الرابع درس اليوم في مجال العقيدة الإسلامية ويحمل عنوان الإيمان بالكتب السماوية وهو على ثلاثة أجزاء درس شيق فيه معلومات عديدة ومفيدة نبدأ على بركة الله بالجزء الأول منه انتقل معي أعرفك أهداف الدرس أهداف الدرس المتوقعة: أولًا، أن يستنبط الطالب الحكمة من إرسال الرسل للناس، ثانيًا، أن يعدّد الطالب أسماء الكتب السماوية الواردة في القرآن الكريم، أذكّرك عزيزي الطالب، أولًا، أن تبقي كتاب التربية الإسلامية إلى جانبك للمدارسة والكتابة فيه، ثانيًا، افتح الكتاب على الصفحه الثامنه والتسعين حيث التهيئه وفيها سؤالان اولا عدد اركان الايمان السته امر تعلمته في السابق مرارا احسنت الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خيره وشره ثانيا ما الركن الذي تدل عليه الصورة؟ صحيح إنها تدل على الإيمان بالكتب السماوية مباشرة لتحقيق الهدف الأول من الدرس الحكمة من إرسال الرسل للناس تعلم عزيز الطالب أن الله عز وجل أرسل رسلاً لجميع الأمم وفي كل العصور بدءا من سيدنا نوح عليه السلام وانتهاءا بآخر الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع الرسل أنزل الكتب السماوية تأمل معي الآية الثالثة عشر بعد المئتين من سورة البقرة حيث يقول الله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس... ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. نستنبط من هذه الآية الكريمة وندرك أن الحكمة من إرسال الرسل تبشير المؤمنين الطائعين بالخير من الله والفوز بالجنة. وانذار الكافرين العاصين بسوء العاقبه والمصير في النار والعياذ بالله وقد شاء الله ان ينزل معهم الكتب السماويه وفي هذه الكتب تفصيل وبيان للاحكام الشرعيه التي على الناس الالتزام والحكم بها في حياتهم فعليهم ان يعملوا باوامر الله ويجتنبوا نواهيه ويؤدوا العبادات بالكيفيه التي شرعها الله لهم والمتامل في ذلك سيدرك ان الله انزل الكتب السماويه مع الرسل ليبينوا لهم طريق الخير ويرشدونهم اليه فيسعدوا في الدنيا والاخره اذن الكتب السماويه رحمه من الله بعباده فالبشر بحاجه اليها كيف ولماذا لان العقل البشري الذي وهبنا الله اياه قاصر وعاجز ان يدرك وحده ما فيه الخير والسعاده له فهو لا يستطيع دائما ان يميز بين الخير والشر بل وانه كذلك لا يمكنه ان يعرف كيف يعبد الله ويتقرب اليه فبين الله تعالى لعباده في الكتب السماوية العبادات التي أمرهم بأدائها والتي من أجلها خلقهم، قال الله تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) إذا مرة أخرى، الكتب السماوية هي رحمة من الله بعباده، بيّن لهم فيها منهج حياتهم والطريق الذي اذا ساروا عليه سعدوا في الدنيا وفازوا في الاخره وبهذا فان الله رحم عباده ولم يكلفهم عناء التفكير فيما يصلح احوالهم وقد يصيب وقد يخطئ فالمنهج واضح في الكتب السماويه وما عليهم سوى الاتباع دعني اقرب لك الصوره بمثال واقعي لو جاء مندوب تسويق الى بيتك ومعه جهاز ما واخذ يخبرك بميزات واستخدامات هذا الجهاز ومن ثم شرح لك كيف يعمل ودور كل واحد من الازرار المتعدده فيه فاعجبك واشتريته وغادر المندوب فبدات باستخدام الجهاز الا انك في لحظه ما نسيت كيفيه تشغيله لاحد المهمات او لربما دور احد الازرار فيه حتما عندها ستعود الى دليل المستخدم الخاص فيه لتستذكر ما نسيت وهكذا شاء الله عز وجل ان تكون الكتب السماويه دليلا لتعريف الناس بالمنهج الصحيح في حياتهم وماذا يريد الله منهم وبما امرهم وعما نهاهم خاصه بعد وفاه الرسل عليهم السلام ومرور ازمنه طويله على الناس فتبقى الكتب السماويه حافظه تذكر البشر ما نسوه لعلك ادركت الان عزيزي الطالب الحكمه من انزال الكتب السماويه مع الرسل إذا افتح الكتاب المدرسي على الصفحة 103 حيث السؤال الخامس من التقويم يقول علل بعث الله تعالى للناس أنبياء ورسلا وأنزل معهم الكتب لابد أنك تعرف الإجابة أوقف التسجيل ودون إجابتك في الكتاب ثم شاركني إحسنت! بعث الله تعالى الأنبياء والرسل، وأنزل معهم الكتبَ، أولًا ليبينوا لهم طريق الخير ويرشدونهم إليه، ثانيًا ليسعدوا في الدنيا والآخرة. في الهدف الثاني من الدرس ستتعرّف عزيزي الطالب- أسماء الكتب السماوية الواردة في القرآن الكريم قال الله تعالى في الآية الخامسة والعشرين من سورة الحديد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أخبر الله تعالى بأنه أنزل عددا من الكتب السماوية مع رسوله عليهم السلام إلا أن الكتب السماوية التي ذكرت في القرآن الكريم خمسة وهي الصحف التي أنزلها الله تعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام التوراة التي أنزلها الله تعالى على سيدنا موسى عليه السلام الزبور الذي أنزله الله تعالى على سيدنا داود عليه السلام والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى عليه السلام وآخرها القرآن الكريم الذي أنزله الله على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد يتبادر لذهنك عزيز الطالب سؤالا الصحف التوراة الزبور الإنجيل أين هذه الكتب؟ هل هي موجودة الآن؟ وما المطلوب منا نحوها كمسلمين؟ والإجابة هذه الكتب وان كانت موجوده الان فانا لا نعمل بما فيها لسببين الاول ان الاقوام الذين انزلت اليهم حرفوها على مر العصور اي غيروا ما جاء فيها اما بالزياده او الازاله او تغيير الكلام وبالتالي فما فيها من كلام او احكام ليس موثوقا ثانيا عندما انزل الله تعالى القران الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امر كل الناس وجميع الامم ان تعمل بما جاء في القران من احكام وتترك العمل بما قبله من الكتب السماويه ثم ان الله تعهد بحفظ القران الكريم الى يوم القيامه من التغيير او التحريف فقال عز وجل "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". والذكر اسم من أسماء القرآن الكريم، وما دام الله قد تعهد فالله خير الحافظين، ونحن على ثقة أن القرآن الكريم كلام الله تعالى كما نزل. افتح عزيزي الطالب الكتاب المدرسي على الصفحة 102 وأجب عن السؤال الأول من التقويم والسؤال يقول أذكر الكتاب الذي أنزل على كل نبي مما يأتي إبراهيم عليه السلام موسى عليه السلام داود عليه السلام عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم هل تمكنت من حفظ أسماء الكتب السماوية المنزلة على هؤلاء الأنبياء؟ تذكر بارك الله فيك ابراهيم عليه السلام انزلت عليه الصحف موسى عليه السلام انزلت عليه التوراه داود عليه السلام انزل عليه الزبور عيسى عليه السلام انزل عليه الانجيل محمد صلى الله عليه وسلم انزل عليه القران الكريم ختاما استذكروا معي اعزائي الطلاب جميع ما تعلمناه في جزء اليوم من درس الايمان بالكتب السماويه في البدايه تناولنا الحكمه من ارسال الرسل للناس ومعهم الكتب واوجزناها في امرين الاول بيان طريق الخير للناس وارشادهم الثاني السعاده في الدنيا والاخره ثم تعرفنا اسماء الكتب السماويه الوارده في القران الكريم والرسل الذين انزلت اليهم وهي خمسه الصحف التي انزلها الله تعالى على سيدنا ابراهيم عليه السلام التوراه التي انزلها الله تعالى على سيدنا موسى عليه السلام الزبور الذي انزله الله تعالى على سيدنا داود عليه السلام والانجيل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى عليه السلام، ثم القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موعدنا في الحصة القادمة مع الجزء الثاني من الدرس، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى كل الامل بقضاء اجمل الاوقات برفقه اهلكم واحبابكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته